صور لكم معرض بكري الأثاث. مع المعرض يقع في منطقة يومنا في طرابزون مقابل محطة شيل. عندهم تخفيضات جيدة وأسعارهم مناسبة جدا وبك ماركة عالمية معروفة. الكنبات هذه واصلة جديدة وأسعارها جيدة، موديلات حديثة. الطقم هذا ما شاء الله تبارك الله. الأسعار زي ما تشوفون ممتازة جدا. طبعا المعرض يتميز بأنه يوفر عمال يتكلمون باللغة العربية، فننصح بالزيارة خاصة في الفترة الحالية في تخفيضات على الأسعار. الشيخ جاك عندنا ايضا سجاد نوعيات تركية ممتازة، وايضا عندنا اللحاف والمخدات. ايضا نطلع الدور العلوي، مع المعرض يوفر أجهزة كهربائية كل ما يحتاج البيت متواجد في المعرض. زي ما شايفين هذه طاولات الطعام متوفرة بكثرة وبأنواع وبأشكال وموديلات مختلفة. غرف الأطفال، نقص من الأجهزة الكهربائية، طبعا كلها صناعة تركية. كانت هذه تغطية بسيطة، إن شاء الله لنا العودة.